أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي في احتفالية مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما.